بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الغلا أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. إن شاء الله ليلة حيكون آخر لاب في مادة الريزرفوار سيميوليشن. ليلة حناخد لاب تطبيقي بيشرح لنا واحدة من طرق الـ EUR اللي هي الـ Steam Injection، وحنشوف إنه الفرق بيناتهم شنو لما نطبق الـ Steam Injection أو Water Injection وتأثيرهم على المكمن كطريقة من طرق الـ EUR أو السيرمال EUR. فهنقارن بيناتهم برضو ونعرف كيف نعدل النتائج بيناتهم والفروقات بيناتهم. هنشتغل نمط 5 سبوت. لكن سؤالي أنا قبل ما أبدأ بناية الموديل، أنا كنت عاوز أشتغل سيرمال EUR، فنوع السيميوليتر هيكون شنو بالنسبة لنا عشان نبني الموديل؟ أفضل عنده إجابة. ولا بايثون مثلا ما هو الاي ميكس واحد تاني غايته غير الاي ميكس. الاي ميكس ده بيشتغل بلاك اويل تقريبا. طيب زي ما قلنا قبل كده، الجيم بيشتغل لنا زي ما قلنا هو البلاك اويل او الدراي جاز، ممكن يشتغلوا الاثنين. سوري، الاي ميكس بيشتغل لنا بلاك اويل او الدراي جاز، اما الجيم اللي هو بيشتغل به هو الشغل بتاع السي او 2، الميسيبل سي او 2 انجكشن والميسيبل نيتروجين انجكشن، لانه بغير في الكومبوننت بتاعت الريزرفوار في حد نفسه. اما الستارز اللي هو بيشتغل به كل الطرق بتاعت الاي او ار، سواء كانت مثلا كيميكال او سواء كانت سيرمال. اما الجزء بتاع الغازات ده انا بشتغله بشنو؟ بشتغل بالجيم، لكن الغازات الميسيبل فقط. فانا قلت الليله عاوزين نعمل موديل تطبيقي. الموديل التطبيقي ده هختار شو 5 ابار. الخمسه ابار ديل نفترض انهم 4 منهم انجكشن وواحدة برودكشن اللي هتكون في المنتصف، ونوزعهم ونشوف انه الاثر بتاع الابار بتاعت الانجكشن على البرودكشن وول الاثر بتاع شنو، ونقارن اذا غيرنا مثلا من ستيم انجكشن مثلا لووتر انجكشن نشوف برضو الفروقات شنو. على كل حال هنستخدم الموديل الليله، النوع السيميوليتر فيه هو عباره عن ستارز، وعندنا تيتوريال موديل فيها كميه من الداتا اللي هي اللي هنتحصل عليها من التوتوريال دي. طيب قلنا هنختار نوع السيميوليتر ستارز، تمام، نوع اليونت نمشي على حسب التوتوريال اللي هي ظاهرة معكم هنا، اللي هو نوع السيميوليتر ستارز، اليونت اس اي يونت، نوع البروستي سنجل بروستي، التاريخ بتاع الموديل بيبدأ يوم 1/1/2005، فما علينا الا نغير السنة اللي هي يوم 1/1/2005، ونوع السيميوليتر قلنا ستارز، والاس اي يونت وسنجل بروسيتي. اوكي، ونعمل كونفرميشن لنفس المعلومات اللي احنا دايرينها اللي هي نوع السيميوليتر ستارز. نوع اليونت اللي شغالين بها هي اس اي يونت، ما في فراكشر في الموديل بتاعنا. تاريخ بداية الموديل اللي هي يوم 1/1/2005. طيب وبكده بيفتح معانا البيلدر. طيب في البيلدر ده أول حاجة حمشي أعملها اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الريزرفوار اللي هو عاوز أدخل الداتا بتاعت الريزرفوار. وقلت أنا عشان أعرف الريزرفوار لازم أعرف الدايمنشن بتاعت الريزرفوار في الأول، وفي نفس الوقت عشان أقول إنه المكمن ده هو مكمن لازم تتوفر فيه خاصيتين اللي هما البوروسيتي والبرميبيليتي، لأن أهم خواص عشان أقدر أقول إنه المكمن ده هو عبارة عن شنو. أول حتة دي هي عبارة عن ريزرفوار. طيب هنمشي في الحتة بتاعت الكرييت جريد، تمام. في الحتة بتاعت الكرييت جريد بمشي ليه كويك باتون اللي هو أنا عاوز أعمل نمط سريع، تمام. النمط السريع ده أنا قلت في بداية حديثي إن أنا عاوز أعمل تايب سبوت موديل. فهنا من الحتة دي ممكن تختار نوع الموديل اللي أنت عاوزه، فده النورمال 5 سبوت. الانفيرتد 5 سبوت بيكون عكسيه تماما، بيكون الآبار الطرفية اللي هي في الأطراف دي اللي عليها دائرة سوداء دي هي عبارة عن آبار بتاعت برودكشن ويل، تمام. وعندنا بير واحدة هتكون هي عبارة عن انجكشن ويل.
لكن في الوضع الطبيعي اللي هي normal A5 spot اللي هو الآبار بتكون الطرفية بتاعت injection اللي هي الأربع آبار دي، وبتاعت الإنتاج بتكون قاعدة في النص اللي هي الحتة بالأسود دي، دورانية بالأسود دي. طيب برضو في other type بتاعت أنماط أخرى اللي هي في الناين سبوت والإنفيرتد ناين سبوت، الدايركت لاين درايف دي لما نكون مثلا عندي بيرين، تمام بيرين دي انجكشن دي قصادة برودكشن، دي انجكشن دي قصادة برودكشن اللي هي باعتبارهم في لاين واحد، انه الفلويد اللي هنا ده نكون موجهه العامل له انجكشن موجهه نحو البير بتاعت البرودكشن دي. الاستراتيجي درايف اللي هي ده بكون في شكل بتاع تراينجل، تمام اللي هو انا بكون عندي بير بتاعت انجكشن باعتبارها في نص المسافه ما بين البرودكشن وما بين الانجكشن. ف دي اهم حاجه لازم تعرفوها من واحد من انواع الجريان، انواع الانماط بتاعت الابار اللي انا بوزع بها. فالحاجه دي انا بوزعها بعدين في الاكشوال على حسب الوضع بتاع الابار بتاعتي، وعلى حسب هل البيرياتا الصالحه انها تكون انجكشن والصالحه انها تكون برودكشن. فالناس تكون مركزه في الحاجه دي تماما. طيب دي كلها انواع اخرى من انواع ممكن تجربوها في السيميوليشن، من انواع الانماط اللي ممكن اطبقها على حسب الفيض اللي عندي. طيب نمشي نختار 5 سبوت. في ال 5 سبوت لازم ادخل الاريا بتاعتنا وهي معرفه عندنا بالاكرس في الداتا اللي كانت عندنا، مع انه احنا شغالين بشنو بالفيلد يونت. امشي هنا اختار نوع شنو، نوع الاريا بتاعت الريزرفوار بتاعتي اللي هي 10 شنو 10 اكرس اللي هي 10 فدان. امشي ادخلها في الموديل بتاعي اللي هي هتكون 10 فدان، تمام. السكنس بتاع الريزرفوار نشوفه على حسب التيتوريال موديل اللي هو السكنس بتاع الريزرفوار هو عباره عن 30 متر، بنعرفه 30 متر، تمام. طيب الطب بتاع الريزرفوار اللي هو ده الريزرفوار واقع على بعد كم من سطح الارض، نشوفها برضو على حسب التوتوريال بتاعتنا اللي هي الطب بتاع الريزرفوار على بعد 500 متر من على سطح الارض، تمام. ندخل هنا 500 طوالي مباشره، تمام. نمشي نشوف بعد ده هل في ديب انجل ولا ما في ديب انجل، اللي هي دي لاقتنا في الووتر فلودنج لو بتتذكروا. فاذا كان الريزرفوار فيه ديب انجل في اتجاه الاكس في اتجاه الواي بنعرفه برضو، اذا ما كان فيه ديب انجل باعتباره هوريزونتال ريزرفوار في الحاله دي الاثنين الزوايا بشنو بزيرو زيرو، تمام. نمشي نشوف الابروكسيميتد بلوك سيكنس، نشوف انه السيكنس بتاع البلوك كم على حسب الداتا المعطى. طيب 4 امتار، ارجع نعمل لها انبوت اللي هي 4 امتار، وده في اتجاه شنو؟ ده باعتبار انه السكنس اللي هو باعتبار في اتجاه الزي اللي هي في اتجاه الزد، وفي اتجاه الاكس واتجاه الواي البلوك كان عندي على حسب التوتوريال 6 امتار، تمام. بعد ذاك اول ما خلصنا نعمل شنو؟ نعمل كالكوليت. فلاحظ الحياة دي كلها اتحسبت معنا اوتوماتيكلي اللي هي نوع المساحة جانا زي ما هو دخلناه بالفدان اللي هو 10 فدان، الويتس بتاع الريزرفوار 201، الهايت بتاع الريزرفوار 201. فداير زول يورينا 201 متر دي اتحسبت على اساس عنده دركتين اعمال سنة.
اها تركزوا في نوع الداتا دي ورونا. ليه جات 201 كويتس و201 كهاي؟ من وين جات من وين جا الويتس بتاع الريزرفوار؟ من وين جا الهاي بتاع الريزرفوار؟ فداير دول يديني إجابة. ما الاكس والواي، الاكس والواي دي يعني هما الويتس والهايت. الويتس ده الويتس بتاع الريزرفوار ككل، والهاي ده الهاي بتاع الريزرفوار ككل. هاي هما الاكس والواي. ها لكن الريزرفوار ككل ما اتكلمت عن بلوك ولا اتكلمت عن جريدز، ده كل الريزرفوار. طيب انا حاليا مقسم الريزرفوار لجريدز، انا بتعامل مع الريزرفوار كله صح؟ بتعامل مع الريزرفوار كله. اي ما خلاص اذا ال اكس ب 201 يعني على اليوتس ب 201، ولا انت قصدك ال 201 بتاع الاكس الزياده جات من وين؟ اي واحد سؤالين، هي 201 زاد جات من وين؟ الاريا، الاريا ال 100 ال10 فدان دي ايوه شعب بتساوي لك ال 201 دي، هي مع اريا اذا هي هنا. اها حولت على امتار، اعتبرت انه دي الاريا، اعتبرت انه ال هنا بتاع مربع، فهتجيب الجذر التربيعي وهتطلع لك 201. طيب القانون البتاع بتاع الجذر التربيعي جا كيف؟ ما أعرف والله، دقيقة أهو جذر التربيع لـ X بيساوي لك الـ10 فدان، لكن تحويلة الفدان لمتر سنة كيف أصلا؟ ده متر مربع، ما هو الفدان بيديك متر مربع صح؟ ايوه فهو تحويلة الفدان لمتر مربع، المهم إذا تحولت بتجيك الـ201 دي. طيب انا اوريكم لعبه ببساطه. تمام. طيب طيب المساحه هي عباره عن طول في عرض في النهايه، صح ولا ما صح؟ هاي صح، المساحه هي عباره عن طول، طول في عرض في النهايه. عندي انا اريا، من الاريا دي انا اوجد احد اوجد الضلعين في النهايه، هو مربع بالنسبه لي وضلعين مساويات، فبالتالي انه اقول نفرض انه الاريا بتساوي لنا مثلا اكس تربيع، لكن الاريا دي عندنا بالاكس والاكس والاكس عندنا بالمتر. فاول حاجه انا بحول من اكرس اللي هو من فدان لقدم، فالمعامل بتاع التحويل اللي هو 43560 لو تتذكروه، 43500 شنو؟ 43560. تمام. طيب 43560 دي انا اكون اقسمها على 20 اللي هي سوري، اقسمها على 10 اللي هي المساحة، اللي هي 43560 اقسمها على شنو؟ اقسمها على 10 اللي هي دي المساحة، كأنه خدت الاكس تربيع موضوع القانون، فيبقى عندي 43560 اشيل لها الجذر التربيعي. لاحظ معي 43560 سوري، جذر التربيعي ل 43560. طيب ما عاوز اجيب الجذر ليه؟ الجذر التربيعي ل 43560 ليه بيجيب زيرو؟ لحظة نكتب القيمة زي ما هي، 43560 تحت الجذر. طيب القيمة الجاية دي كم؟ 208. 208، ونحن المفترض تجينا كم؟ 211. 201.
201 صح ولا ما صح؟ طيب المساحة اللي عندنا كانت كم؟ 10 فدان. كانت 10 فدان. فالعشرة فدان دي أول حاجة لازم أحولها لشنو؟ أحولها لأقدام. فمن 10 فدان عشان أحول لقدم مربع وإننا بنضرب في 43,560، فيبقى عندنا القيمة بتاعتنا اللي هي 43,560 في العشرة فدان بتاعتنا، تمام؟ مقسومة على عشان أنا أحول من قدم مربع لمتر، بقسم على شنو؟ على 3.28 تربيع، صح ولا ما صح؟ بقسم على 3.28 تربيع، يعني كأنه المرة الأولى أضرب الرقم ده في 10 لو دي قيمة المساحة، تمام؟ كده ضربته مرتين، سوري، 43,560 في 10 دي القيمة بتاعتنا، أقسمها لي على 3.28، تاني على 3.28 اللي هو جانا الرقم ده، شيل له الجذر التربيعي، سوري، أنت قسمتها على 3.8 في المرة الثانية، عشان كده اختلف الرقم. أيوه، لحظة. هنا 43,560 في 10، تمام، على 3.28 على 3.28، تمام. القيمة دي شيلها شنو؟ الجذر الطبيعي اللي هي جاتنا بكم؟ 201. جاتنا ب 201. الفرقة بتاعت الفاصلة العشرية اللي هي 219 دي وبغادي 168، فقط لأنه أنا مقرب اللي هي التحويلة من متر، التحويلة من قدم لمتر، فهي ما 3.28، هي 3.28 رقم كده طويل لو بتتذكروه في كالكوليتر، فدي الفرقة كده. فوضح كده إنه أنا جبتها كيف؟ حسبت الويتس بتاع الريزرفوار بتاعي والسيموليشن حسب لك الويتس بتاع الريزرفوار كيف؟ أيوه تمام. كذلك ده بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للهاي، لانه في النهايه هو مربع. طيب ها المسافه ما بين البروديوسر والانجكتور بتحسب كيف؟ دي المفروض تكون حليتوها براكم، يعني المسافه ما بين البروديوسر والانجكتور هحلها كيف؟ ليه الحته من هنا لهنا دي البروديوسر ودي الانجكتور، المسافة دي هجيبها كيف؟ أو السيموليشن حسبها على تو أساس. ها؟ فيثاغورس وجاب أيوة الوتر وقسمه على 2. فيثاغورس، تمام؟ باعتبار إنه يعتبر إنه الحتة دي عبارة عن شنو؟ مثلث، تمام؟ المثلث ده أنا دار أعرف شنو؟ دار أعرف طول الوتر اللي هو ده المسافة من هنا لهنا، فالمثلث ده هنا يعني اعمل خط، كانه اعمل خط كده مستقيم وخط مستقيم، فال 201 دي اقسمها على 2 بتديك الضلع ده، وال 201 هنا اقسمها على 2 بتديك الضلع ده، ال 201 على 2 حيكون 201 على 2 تربيع زائد ال 201 على 2 تربيع تحت الجذر التربيعي طوالي مباشره بتديك طول شنو؟ معلش قسمناه على 2 لشنو؟ مش هي كانت لان المسافه دي كلها من هنا لحد هنا هي عباره عن 201، البير دي قاعده في منتصف المسافه دي بيناتهم هنا، فالضلع ده حيكون عباره عن 201 على 2، تمام. لا ليه انا اتعب كده؟ انا ما اعتبر انه الاكس كامله ضلع والواي كامله ضلع، اجيب الوتر واقسم على 2 بعدين. ما في النهايه انا داير المسافه ما بين الانجكتر دي والبروديوسر دي، الخط هنا من هنا اي ما هي دي في النهايه هي في النص، انا اجيب القطر كامل، القطر اللي هو الوتر حق المثلث الضلع 201. باي نفس الاجابه ما فرقت، لكن بس بس عشان ما ادعب اقسم على 2 والفهم الطول يعني نفس الاجابه، تمام. وكذلك باقي الخواص كلها معتمده على شنو؟ معتمده على الداتا الانبوت دي اللي انتم دخلتوها دي، في النهايه بتجيكم الحاجه دي لما تضغط اوكي اوتوماتيك
بيقوم بترسم معاك شنو؟ بترسم معاك الريزرفوار بتاعك، ممكن نعرضه في شكل بتاع 3D 3D فيو. تمام كده الريزرفوار بتاعي انا قسمته لجريدز، والجريدز دي قسمتها لنمط. النمط اللي اخترته ده هو عباره عن نورمال 5 سبوت. تمام، ففي النورمال 5 سبوت اللي قاعد عندي قدامي ده عندي ابار طرفيه بتاعت انجكشن، وعندي بير واحده بتاعت برودكشن. لكن للان بالنسبه لي ده هو ما معرف انه هو ريزرفوار، فبالتالي محتاج اعرف انه الريزرفوار ده هو ريزرفوار بيتعرف بخاصيتين مهمات جدا اللي هما البروسيتي والبرميبيليتي. يعني مستحيل اقول انه الريزرفوار ده ريزرفوار ما لم يكون عنده بروسيتي، او ما لما يكون عنده شنو؟ يكون عنده برميبيليتي. في الحاله دي بمشي للحته بتاعت الاري بروبرتيز. تمام، طيب نمشي دبل كليك في الاري بروبرتيز، نمشي نشوف الداتا بتاعت الاري بروبرتيز اللي في التوتوريال مدينا عليها. تمام، قال لك في الهول جريد انبوت انه طوالي مباشره قيمه البرميبيليتي، قيمه البروستي ب 0.3. تمام، والبرميبيليتي 400 ملي دارس في اتجاه الاي واتجاه الجي، و40 ملي دارس في اتجاه الكي. تمام، طيب نرجع للموديل بتاعنا في الحته القصاد بتاعت الهول جريد. تمام، السيكنس اوريدي دخلناه قبل كده، والجريد توب اوريدي دخلناه قبل كده، ما محتاجين حاجه. فاضل ندخل البروسيتي اللي هي زي ما قلت لنا في التوتوريال اللي هي قيمتها كانت ب 0.3، والبرميبيليتي كانت 400 في اتجاه الجي الاي، و400 كذلك في اتجاه الجي، و40 في اتجاه شنو؟ في اتجاه الكي. تمام، طيب بعد ده بعمل شنو؟ بعمل اوكي تاني. كده اوتوماتيك الريزرفوار يتعرف شنو؟ يتعرف معك كده اوتوماتيك للريزرفوار يتعرف معك. فحنبدا على اخر حاجه اللي هي لازم نعرفها، اللي هي تقريبا هيكون الكومبرسيبيليتي بتاعت الريزرفوار. اللي كمشي في الحته بتاعت الكومبرسيبيليتي، وبما انه انا هنا هعدل في الخواص الحراريه بتاعت الريزرفوار، فلازم امشي اعرف الثيرمال بروبرتيز، لانه انا عاوز اعمل شنو؟ اعمل انجكشن بستيم داخل الريزرفوار، فلازم اعرف الخصائص قبل والخصائص بعد ضخ الستيم داخل المكمن. طيب نمشي في اند الريزرفوار نفسها في التري فيو زي ما قال لك هنا في السيرمال روك تايب. تمام، تعمل نيو سيرمال روك تايب، نوريكم اياها هنا في الموديل. تمام، نمشي في سيرمال روك تايب، دبل كليك عليها. تمام، السهم العامل اليمين ده تدوس عليه وتعمل نيو سيرمال روك تايب. طيب في النيو سيرمال روك تايب كده انا عرفتها عندي سيرمال روك تايب، نمشي نعرف البروبرتيز بتاعته. طيب في البروبرتيز بتاعته سيرمال روك تايب قال لك في الحته بتاعت الروك كومبرسيبيليتي. تمام، التبلي قيمتها 1.8 في 10^5، والفورميشن كومبرسيبيليتي بوكس في الفورميشن كومبرسيبيليتي بوكس. طيب وين الفورميشن كومبرسيبيليتي بوكس؟ هنمشي الموديل دي الحته بتاعت الروك كومبرسيبيليتي، لا انا داير الفورميشن او الروك هي نفسها الروك كومبرسيبيليتي. روك في الحته بتاعت الفورميشن كومبرسيبيليتي بنضع القيمه بتاعتها اللي هي كم؟ اللي هي 1.8 في 10^5، هنكتب طوالي مباشره هنا 1.8 1.8 E minus 5. تمام، يا عثمان ممكن تسجل التوتوريال دي؟ انا صعب لانه شبكتي ما مستقره، حتى الصوت بيجي وبيفوت كده، فصعب شديد. انا التليفون بتاعي بس بطيش، ما اعرف ليه يعني فجاه كده بكون قاعد اسجل به وفي نفس الوقت بيطلع من الشاشه بتاعتي، ما بسجل كويس، بيعمل الحركه دي. انا الحركه دي انا متخيل من الشبكه، انا ذاتي بطيش وحتى مرات بغادر عديل وبيجي رايح تاني، فانا متخيل من الشبكه.
عنده حتة هنا شوية شبكات كعب. تمام. طيب دي الغيمة بتاعت information compressibility. الحتة أنا الثانية اللي أسد هي يا شباب. تمام 100 100 كده. نمشي للحتة بتاعت البروستي ريفرنس بريجر. في الحتة بتاعت البروستي ريفرنس بريجر نمشي نشوف القيمة بتاعت البروستي ريفرنس بريجر اللي هي كم، اللي هي 85 76 85 76. طيب تاني نمشي نشوف باقي الخواص المفروض ندخل الرقامة. طيب الحتة اللي بعدها قال لك امشي للحتة بتاعت السيرمال بروبرتيز. تمام غير لشنو؟ لكومبلكس للسيرمال بروبرتيز. تمام في السيرمال بروبرتيز اختار الخيار بتاع كومبلكس. تمام الفرق شنو ما بيناتهم هسه هشرح عليكم. طيب قبل ده مش ادخل الفوليومتريك هيت كاباسيتي. الفوليومتريك هيت كاباسيتي اللي هي قيمتها 2.35 اي بلس 6 2.35 اي بلس 6. تمام و التمبريتشر ديبندنس كوفيشنس 0. تمام ما بيعتمد على التمبريتشر. طيب ودي بعد ما اخترناها كومبلكس نعرف الريزرفوار اللي هي 6.6 في 10 اس 5 6.6 اي بلس 5. تمام والووتر فيس 5.35 في 5.35 في شنو؟ في 10 أس 4 5.35. تمام اي بلس 4. تمام الاويل فيس 80 35 80 35. الغاز فيس وعبارة عن 2000. طيب داير دول ده السؤال ديل شنو هما الآن دخلتهم ديل ديل هم شنو دير السيرمال بروبرتيز بتاعت الروك يعني ديل الخواص الحرارية بتاعت الروك والمتواجد داخل المكمن. فالروك ده الفوليومتريك هيت كاباسيتي بتاعته 2.35 في 10 أس 6 اللي هي جول لكل متر سلسيوس. بتتذكروا الحاجة دي في الثيرموداينامك صح ولا ما صح؟ مش بتتذكروا كان ادوكم حاجة اسمها الهيت كاباسيتي ولا مسحتوا الكلام ده؟ شباب معي؟ ايوه معاك. طيب لو بتذكروا المادة بتاعت الثيرموداينامك الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الحرارة كانت بتنتقل بثلاثة حاجات شنو شنو شنو؟ كانت بتنتقل عن طريق الكوندكشن والكونفكشن والراديشن صح ولا ما صح؟ مش هدوكم الكلام ده؟ اللي هي الكوندكشن اللي هي التوصيل والكونفكشن الحمل بالعربي كده والراديشن الإجعاع. فدي الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الحرارة. فهنا عندنا عندي الكوندكشن طبعا لأنه في اتصالية ما بين شنو ما بين الروك والروك اللي بعده يعني. تمام فالروك ده الفوليومتريك هيت كاباسيتي بتاعته هسه حاليا اللي هي لما قاسوها يعني شلناها وقسناها وعرضناها لنفس الظروف بتاعت التمبريتشر بتاعت الريزرفوار فلقوه انه يا اخي الهيت كاباسيتي بتاعته 2.35 في 10 أس 6 جول لكل متر مكعب سلسيوس. تمام الثيرمال كوندكتيفيتي اللي هي دي الموصليه الحراريه. تمام كومبلكس باعتبارهم لهم كلهم ما سيمبول ده مثلا بالاويل فيز بس انا لكن كلهم دايرهم روك والفلويد فبختار كومبلكس. تمام طيب الريزرفوار الموصليه بتاعته 6.6 في 10 أس كم 10 أس 5. في فرق ما بين الموصلية وما بين شنو؟ ما بين الكباسيتي اللي هي السعة الحرارية. تمام؟ وبالنسبة للووتر فيس الموصلية الحرارية بتاعتها في الريزرفوار كانت 5.35 في 10 أس 4. تمام؟
بالنسبة للأويل فيس كان 8,035، بالنسبة للغاز فيس كانت شنو؟ كانت 2000. فهذه الموصلية الحرارية للروك وللفلويد اللي هو بكل أنواعه الثلاثة، اللي هو الووتر أويل أويل غاز. لأنه تبع شوية لما تيجي تعمل إنجكشن باي ستيم هتلعب في درجة الحرارة، فبالتالي هتلعب في الخواص دي كلها، فلازم تكون عارفة في الوضع شنو، في الوضع الطبيعي بالنسبة للريزرفوار. واضح الكلام ده؟ يدور عنده استفسار أو سؤال قبل ما نمشي للبعده؟ طيب نمشي للحتة بتاعت الأوفر بيردنج هيت لوس. لو ما في سؤال اللي هي دي، في الأوفر بيردنج هيت لوس ندخل القيمة بتاعت الفوليمتريك هيت كاباسيتي، تمام، والثيرما كوندكتيفيتي برضو كذلك في نفس الوقت. تمام، ندخل القيمة بتاعتنا. طيب دي شنو؟ دي هي عبارة عن الأوفر بيردنج. يعني شنو أوفر بيردنج هيت لوس؟ فهمكم ليها؟ ها شباب، اوفر بيردن هيت لوس ولا قلت شنو اصلا؟ يا يعني شنو اوفر بيردن هيت لوس؟ انتوا مالكم بتحسسون انكم ما بتعرفوا بترول؟ احنا نسينا البترول ده والله، كذب عليك. حاجات مسلمات يعني، حاجات المفروض تكونوا عارفينها يعني. اخذتوا الاوفر بيردنج؟ مش ادوكم الاوفر بيردنج بريجه؟ اوفر بيردنج بريجه من عارفه، لكن اوفر بيردنج هيت فادي ما اظن لاقتنا قبل كده. طيب الاوفر بيردنج هيت لوس اللي هو ده شنو؟ ده فقدان بتاع الحراره في الطبقات المجاوره، تمام. هتكون العلويه لما نقول اوفر بيردنج اللي هي الطبقات العلويه، والاندر بيردنج الطبقات شنو؟ السفليه. كده وضحت. وضحت ليكم؟ فالفقدان بتاع الحراره للطبقات العلويه اللي هو عنده الهيت كاباسيتي بتاعته اللي هو 2.35 × 10^6، تمام؟ اللي هي دي شنو؟ دي الاوفر بيردنج اللي بيحصل له لص بعدين على حسب الحاجه اللي انت دخلتها في السيرمال بروبرتيز. فلاحظ معي في السيرمال بروبرتيز الفوليمتريك هيت كاباسيتي كانت بتاعت الروك بتاعت الريزرفوار كانت 2.35 × 10^6، تمام؟ وهنا دي برضه 2.35 × 10^6، معناتها نفس الفقدان للطبقه دي والطبقات المجاوره لها، تمام؟ يعني نفس الهيت كاباسيتي لها. طيب الثيرمال كوندكتيفيتي لاحظ معي هنا اختلفت. الثيرمال كوندكتيفيتي بالنسبه للروك بتاع الريزرفوار كانت 6.6 × 10^5، لكن في الاوفر بيردنج في الطبقات المجاوره كانت 1.5، اللي هي بقت شنو؟ بقت اقل منها. بقت اقل منها ليه؟ هنا في دور عنده سؤال، عنده اجابه في الموضوع ده. السعه الحراريه دي الحراره، درجه الحراره بتحمل الصخر اللي هي باعتبار الهيت كاباسيتي، لكن الموصليه بتختلف من صخر لصخر. طيب ليه؟ ليه قلت؟ وهذه ملاحظة ساي كده مف كده يا أستاذ، عيد سؤالك من البداية كامل كده سؤالي. معلش. بيقول إنه في الحتة بتاعت الأوفر بيردنج هيت لوس دي الفوليميتك هيت كاباسيتي ما هو نفس الصخر باعتباره مجاور له، فواحد نفس القيمة اللي هي 2.35 × 2.35، ما بتأثر كثير باعتبار دي السعة الحرارية بتاعت الصخر، لكن بتختلف السيرما كوندكتيفيتي اللي هي الموصلية الحرارية. طيب كانت في الريزرفوار اللي هي كانت زي ما قلت لكم كانت 6.6 × 10^5، لكن في الصخر الفوق ليه كانت 1.5 × 10^6؟ ليه اختلفت؟ الريزرفوار هو ما فيه برميابيليتي وفيه سوائل ومواعي وكده، ما زي الصخر الغير الريزرفوار اللي بيكون أصم، فأكيد ما حيوصل زي السوائل. يعني ممكن يكون اختلاف نوع السائل اللي جوا هو الأصل منها بردت أكثر. ما إجابة. لا جات بالضبط، أكيد تسايل. بعدين شوف لك واحد تاني. ما إجابة.
اخي بالمنطق انت البترول ده ما معروف نازل تحت تمبريتش عالية، طالع فوق تمبريتش قالة، ما ادري لا حسابات منطقية يا جماعة. انت بتتكلم عن المواصلية حقة الصخر، ما عند درجة الحرارة حالية. طيب المواصلية بتاعت الصخر، طيب المواصلية بتاعت الصخر دي مش في النهاية بتعتمد على درجة الحرارة بتاعته؟ لا لا، ما بتعتمد على درجة الحرارة. طيب انا عشان ما اقول هو لك، هي خاصية خاصة بالمادة، نعم هي بتقاس في خاصة، المعامل وكده. هي خاصية خاصة بالمادة، لكن لاحظ معي هاي انت عندك اوفر بيردنج وعندك الريزرفوار، تمام؟ فالفلويد بعدين بتاعك في الصخر ده ذاته لما ننتقل مثلا من تحت هو ماشي فوق، او الاستيم اللي انت بعدين هتحقنه ده من تحت وانت ماشي لفوق، فانت كل ما تكون ماشي لفوق اللي هي الطبقات العلويه، تمام، درجه الحراره بتقل، فدرجه الحراره بتقل معناته اوريدي الصخر ده كان معرض لدرجه حراره اقل من درجه حراره المكمن، فبالتالي المواصليه فوق بتكون ضعيفه مقارنه مع شنو؟ مقارنة مع الموصلية بتاعت الريزرفوار نفسه. ده التفسير العلمي ليه. والله هو الاويل لما يطلع فوق ما حيطلع اصلا في البير، يعني هو ما حيطلع في الصخر، لانه اصلا كابروكس وما أنا يمشي فيه يعني البترول. ما بتكلم عن الأويل هسه أنا حاليا، أنا بتكلم عن ها الاستيم اللي حاضخه بعدين. الاستيم ده ما حيشنو؟ حيطلع فوق. آه. الستيم هو حيطلع بشنو؟ مش حيطلع بالويل ذاته؟ انت في النهايه مش داخل في الريزرفوار، انت داخل في الريزرفوار ده فوق جزء منه بيحصل له هيت لوس اللي هو انت بتفقده بسبب الاوفر بيردن. في الحته بتاعت الاوفر بيردنج دي. يعني انت والله الاستيما، كيف انت الاستيما اللي هتغنوا في الطبقه بتاعتك بتاعت المكمن، ما كله بيكون قاعد، ما كله بيكون قاعد في الطبقه بتاعت المكمن، في جزء منه بيحصل له فقدان في الحته بتاعت الاوفر بيردنج دي. ما كل صح ما صح كله صح يعني، لانه انت ما تقدر تحجز الاستيم في غرفه معينه كده، في الضربه ده ما مقفول بطبله في النهايه اي صفوف، صح. لا تمام. لا، وضحت كده، وضحت بعد ذاك نعمل ابلاي، وضحت. نعمل اوكي كده. انا عرفت السيرمال بروبرتيز بالنسبه للروك بتاعتي بتاعت الريزرفوار بالنسبه للطبقات المجاوره ليها. بعد ذاك الحته اللي بعدها نمشي للحته بتاعت الكومبوننت، تمام. نمشي في الحته بتاعت الكومبوننت اللي هي لانش او امبروب، سوري دي ما هتجي، اللي هي نعمل امبورت بلاك اويل يوزنج بي في تي يوزنج كورليشن. طيب ده الخيار اللي انا اخترته قبل شويه ده، ده انا قلت دائما لما يكون عندي داتا بتاعت لاب اللي هي اوريدي انا عامل لها ابلودنج في شنو في الامبروب فهتفتح معاك مباشره، لكن اذا ما عندك الداتا بتاعت اللاب وانت عامل لها ابلودنج عامل لها بيلدنج في الامبروب، فبالتالي هتضطر تستخدم شنو؟ هتستخدم الكورليشن اللي هو نعمل لانش بلاك اويل بي في تي جرافيكال يوزر انترفيس، نختار اول حاجه اليونت اللي هي اس اي يونت، تمام، تعمل لانش، تمام. في اللانش دي هنمشي نختار كلمه تولز، في تولز نعمل جنريت بي في تي تيبل يوزنج كورليشن، انا ادخل الخواص بتاعتي اللي هي ريزرفوار تمبريتشر وباقي الخواص اللي هنشوفها في التوتوريال هنا على حسب التوتوريال بتاعتنا. طيب ما هو مشينا للتولز في الحته بتاعت جنريت بي في تي تيبل يوزنج كورليشن. طيب انت ريزرفوار تمبريتشر اللي هي 100 فهرنهايت اللي هي بتعادل 37.3 ابعاد بالسلسيوس، هنا معرفه في السيستم هتكون بالسلسيوس مع انه هو متري، لكن السي ام جي بيعتبرها بالسلسيوس، تمام. 37.378. طيب الماكسيمم بريجا بتاعي، الماكسيمم بريجا بتاعنا هو عبارة عن 12000 كيلو باسكال، لأنه هو عبارة عن وحدات مترية، هيبقى عندي 12000 كيلو باسكال، تمام. القيمة بتاعت البابل بوين بريجا اوريدي حسبتها قيمة معلومة وبتقول عليها value provided اللي هي عندي لها قيمات جاهزة اللي هي عبارة عن 85.76 85.76
طيب بالنسبة لك للدنسيتي هي بالـ API، تمام؟ قيمتها كانت بتساوي 21 API Gravity. طيب قبل ما أمشي للحتة اللي بعدها، الريزرفوار ده هيفي ولا اويل، هيفي ولا لايت ولا انترميديت؟ الاويل انترميديت. لا لا، ما قلنا الحتة بتاعت من 20 او من 15 لحد 25 ده انا بعتبرها هيفي اويل، من 25 لغاية 35 بيعتبرها انترميديت، أباف ال 35 بيعتبروا لايت شنو؟ لايت أويل. فا أوريدي أنتم المفروض تحللوا بالنسبة لكم إنه بما إنه هي هيفي، عشان كده أنا هستخدم ستيم عشان أكسر الكومبوننت بتاعت الأويل عشان أقدر أتحرك ليه، عشان أقدر أزيد الريكفري فاكتور بتاعي. واضحة النقطة دي؟ واضحة أيوة واضحة. طيب نمشي ندخل الغاز دينسيتي اللي هي قيمتها بكم؟ اللي هي 65 اللي هي هات اي ريكول 1 دي جاما جي 65، تمام. ثاني ما عندنا حاجه نعمل لها انبوت، تمام. تعمل سيت ابديت فاليو هنا بالنسبه للريزرفوار، تعمل ابلاي، تعمل اوكي. طيب جاء خيار، قال لك الخيار ده فيه شنو؟ بعد ما دخلت الكلام ده كله عملت ابلاي، تمام. حيجيك الخيار الثاني ده، قال لي اختار شنو. انسر نو، انسر نو. لك دو يو ويش تو انكلود كالكوليت فاليوز اوف اويل كومبرسيبيليتي ان ذا تيبل؟ اونلي ون اوف ذا فالوينج كان بي يوزد ان ذا داتست كولم ان بي في تي سي او سي او توتال ام بي او تي. انا ما داير الخاصين ده قصدي كلها، لحد هنا بالنسبه لي كفايه، اعمل اوكي. طيب هنا يتولد معانا القيم بتاعت البريجر والغاز سيلوبيليتي والاويل فورميشن فوليوم فاكتور والاي جي اللي هو الغاز اكسبانشن والاويل فيسكوسيتي والغاز فيسكوسيتي. طيب في اللاب قاموا قالوا لنا عند البابل بوينت بريجا كانت القيمه بتاعت الفيسكوسيتي بتساوي 120 سنتيبواس. طيب البابل بوينت بريجا هذه ليها في السر رقم 16 اللي هي 85 76، لكن القيمه بتاعت الفيسكوسيتي بتاعتنا ما كانت 10، ما كانت 120، فبالتالي لازم اعمل تصحيح للتيبل ده. عشان انا اعمل تصحيح للتيبل ده، تمام، بجي بعمل هنا شير سكرين وقفت، شير سكرين وقفت لحظه. انا ما اعرف الويندوز ديفندر اللي بخليه يمشي يقفل الواي فاي شنو.
لحظة يا شباب، نعمل ريستارت للجهاز لأنه شكلي فيه مشكلة بتاعت واي فاي طشة فجأة كده. خد راحتك يا أستاذ، خد راحتك. تمام. طيب نواصل في الحتة بتاعت الكومبوننت اللي قلناها قبل دي. تمام، نعمل شنو؟ اللي هي الحتة بتاعت الامبورت بلاك اويل. تمام، اللي هي اللي الحتة دي. طيب نمشي نعمل لها لانش. انا قلت في حتة اللي هي مفقودة، اللي هي الحتة بتاعت الفيسكوسيتي، فانا قلت القيمة بتاعتها في اللاب. ناس اللاب قالوا لنا يا اخي عند البابل بوينت بريجر اللي هو 85 76 قيمة الفيسكوسيتي كانت 120، في فرق كبير جدا ما بين الغيرات اللي اتحسبت بواسطة الموديل وما بين الغيرات اللي اتحسبت بشنو بالكالكوليشن. فنمشي نصحح بناء على شنو؟ بناء على طلب اللاب. فبمشي هنا بس حدد الحتة بتاعت الفيسكوسيتي. تمام، بمشي في كلمة tools، بعمل شنو؟ بعمل shift column value to match. تمام، البرجة زي ما هو، غير لي التمبريتشر لكم. البرجة سوري حيكون 85 لو قصاد البابل بوينت برجة حيكون قيمته عبارة عن 85 76. طيب وقيمة الفيسكوسيتي هي قيمتها شنو؟ 100 120. تمام، بعمل set، بعمل اوكي. فاوتوماتيك هتلاقوا انه الداتا شنو اتغيرت. لاحظ معاي هنا قصاد قيمة الستاشر اللي هي البابل بوينت برجة 65 76، قيمة الفيسكوسيتي بقت مشفتة لكم؟ ل120. فكده انا صححت القراءات بالنسبة للكولم بتاع الفيسكوسيتي دي بناء على شنو؟ على الداتا جاتنا شنو؟ جاتنا من التوتوريال اللي هي دي الحتة دي، ان انا صححها لشنو؟ ل100 120. طيب الخطوة اللي بعدها تمشي الحتة بتاعت الجنرال، الحتة بتاعت الووتر في الجنرال. طبعاً أبلاي. طيب في الحتة بتاعت الووتر دي تمشي في tools، تعمل generate water properties using correlation برضو. تمام، دخل لي reference bridge هو عبارة عن البابل بوينت بريجة بتاعي اللي هي 85 76 زي ما مخطوطة هنا 85 76. الووتر سانيليتي اللي هي بتاعتنا اللي هي عبارة عن 10,000 زي ما هي. تمام، طيب بعد ذلك انت بقي دي زيرو. بعد ذلك تعمل ابلاي. ابلاي اوكي. تمام، بعد ذلك تعمل شنو؟ تعمل apply، تعمل اوكي. طيب الخطوة اللي بعدها لازم اسيد القيمة بتاعت درجة الحرارة بتاعتي. تمام، عند قصاد شنو؟ قصاد البابل بوينت بريجر اللي هو التمبريتشر بتاعت الريزرفوار. فهعملها كيف؟ تعال راجع معي هنا اللي هي شوف ليه سر رقم 16 اللي هي بتمثل 85 76. اعمل select plus القيمة دي، اعمل next. لحظة في حاجة نسيناها في الجنرال. أيوة اللي هي water density. طيب شباب تقدروا عارف ال water density قيمتها كم بال SI unit؟ ها تقدروا عنده إجابة؟ الله خسرت المواعي يقروكم ليه شباب، انتوا معي؟ اكيد معك. طيب اهم تجاوبوا يعني الووتر دينسيتي بالكيلوغرام على متر المكعب بكم؟ مش كانت واحد واحد شنو؟ واحد دي بالجرام على سنتيمتر المكعب. انا اتكلم عن وحدات مترية اللي هي هيكون كيلوغرام على متر المكعب قيمتها بألف.
الفايدة. انتوا ماسحين اي حاجة؟ صار ما بين ماسحين اي حاجة يا مش ماسح. ابلاي اوكي تمام. طيب نمشي نحدد الحتة بتاعت البابل بوين سيت سر رقم 16 نكست. في حاجة ثانية ناسينها تقريبا الحتة بتاعت الأندر ساتوريتد أويل كومبرسيبيليتي دي نشوفها في الداتا. الأندر ساتوريتد هذه القيمة بتاعتها عملناها كوبي نرجع ندخلها تمام. تاني ما أظن عندنا حاجة أبلاي أوكي بعدين نعمل سيت للفاليو وصلت البابل بوينت بريجا مع درجة الحرارة عندك نعمل نكست. طيب the data for water borborate surface bridge has not been entered or is too small. طيب نمشي طيب tools يعني ريت وضع بروبراتس القيمة بتاعتنا 85.76 شيل الصفر ده برا اعمل set apply اوكي apply اوكي بعدك نجي نعمل شنو نعمل الحركة بتاعت الست تمام بعد the next next. طيب في حاجة هنا بالنسبة لنا في الريزرفوار هتكون متغيرة كل ما أنا غيرته في التمبريتشر بتاعت الريزرفوار عن طريق إن أنا دخلت ستيم داخل المكمن بتتغير معاك الفيستوسيتي. طيب العلاقة بيناتهم هتكون طردية ولا عكسية؟ ها كل ما زادت الحرارة قلت اللزوجة كل ما زادت الحرارة قلت شنو؟ قلت اللزوجة. طيب هسه لعبة الدونت تيبل ده جاهز لأنه ده بيوضح لك العلاقة ما بين شنو؟ ما بين سوري ما بين التمبريتشر وما بين شنو؟ ما بين الفيسكوسيتي حيكون 37 50 70 في ندخلها في السيميليتر 37 50 70 تمام. الفسكوسيتي 420 الصلة الأولى و 340 250 340 250 دي الداتا بتوضح العلاقة شنو ما بين التمبريتشر وما بين الفيسكوسيتي. أظنها كافية جدا إنها تولد لك شنو تولد لك كيرف لأنه أنت لو عاوز تولد كيرف أو تولد خط مستقيم فقط بتحتاج لنقطتين بعدك ممكن تجيب أي نقاط في شنو إن بتوين. طيب نكست أوكي أوكي نكست فينش أوكي. طيب كده انا عملت شنو؟ عملت فيل الكومبوننت بتاعتي بعد ده ما علي الا انا امشي اعمل شنو؟ اللي هو دي البريجا مع البيتا دبليو اللي دي بالنسبه للووتر تمام؟ اللي هي في الستارز الاويل فورميشن فوليوم الووتر فورميشن فوليوم فاكتور ات التمبريتشر بتاعت الريزرفوار هي شنو؟ هي متطابقه مع الخط بتاع الايمكس والستارز في النهايه البيتا دبليو في الاثنين واحد تمام؟ قيمتها شنو؟ قيمتها ثابته ما بتتغير. سواء كان انت شغال بايمكس او شغال شنو شغال بستارز. الايمكس هو البلاك اويل والستارز هو البلاك اويل لكن عاوز اعمل فيه شنو ستيم 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 انجكشن يعني انا عاوز اعدل في الخواص بتاعت الريزرفوار بتاعي. طيب نمشي الحته الثالثه اللي هي روك نمشي نعمل لي جنريت او ايديت روك تايب تمام. بعد ذاك بنمشي الحته بتاعت روك تايب نيو روك تايب تمام. بعد ذاك نمشي ندخل الداتا بتاعتنا او تمشي بكلمة tools تعمل generate table using correlation تمام. نمشي ندخل شنو ندخل القيم بتاعتي على حسب الجدول هنا اللي هي حتكون 0.30 اللي هو ده شنو
هذا نرجع بوينت 3 للكونيت ووتر ساتوريشن، والكريتيكال ووتر ساتوريشن برضو نفسها ببوينت 3. الاس او اي ار اللي هو عباره عن شنو؟ الريزيدوال اويل ساتوريشن تو ووتر، الريزيدوال ووتر ساتوريشن تو ووتر تمام بقيمته بصفر. طيب الاس او ار اللي هو ريزيدوال اويل ساتوريشن قيمته ب 0.4 اللي هو انا عندي في الريزرفوار ده معناته 0.4 ريزيدوال اويل ساتوريشن. طيب البعده اللي هي SORG low to gas، ال SORG بزيرو برضو كذلك. طيب ال SORG 0.45 الكونيت gas saturation بزيرو، الكريتيكال غاز ساتوريشن ب 0.05 تمام، كذلك الكريتيكال ووتر ساتوريشن سوري البرميبيليتي اللي هي ريت البرميبيليتي بالنسبه للاويل، ريت البرميبيليتي للاويل الكونيت ووتر ساتوريشن. طيب قيمتها كي ار او سي دبليو بواحد، طيب الكي ار دبليو الريزيدبل اويل ساتوريشن برضو بواحد. طيب الكي ار جي 0.3 بعد ذلك ده كلهم قال لك الانوكس بورنان دي ليد الانوكس بورنان بتاعت كوري 2 2 2 2 تعمل apply تعمل اوكي. كده انا عملت شنو؟ عملت generate لل KRO و KRW اعتمادا على شنو؟ الwater saturation endpoint اعتمادا على relative permeability water saturation endpoint. طيب عملنا apply عملنا شنو؟ عملنا اوكي. طيب امشي اعمل لي تيك في الحته بتاعت شنو يوزن تربوليشن سيت باعتبار انا داير اعمل تور اوف تايب، فاختار دي بدا باعتباره سيف معاك نمره واحد. الله كده ودلينا جدول بتاعنا كله كله. مشكله اجي في الحته دي نيجي نواصل اللاب الثاني لانه اخذنا زمن كثير الليله في اللاب، فنواصل ان شاء الله اللاب الجاي نكمل باقي الموديل ده اللي هو بالروك فلويد والانيشال كونديشن والويلر ريكرنت ورينا الموديل ونشوف النتائج مع بعض. لحد هنا واضح؟ في زول عنده سؤال عشان ما نكون طولنا عليكم؟ واضح ما في زول عنده استفسار او سؤال ثاني؟ واضح لكم لاب يا استاذ اخر لاب اللي هو اللاب جايتك من الموديل ده بس ورينا ونشوف النتائج وهديكم هوم ورك تحلوا لي بيه تمام. هوم ورك اللاب ده لا نحن ننزل البرنامج ده ونشتغل به كده يعني. طيب انا رسلت لكم في التليجرام ليش رسلت لكم السورس بتاعه بالطريقه بتاعت التراك بتاعته بترن في التليفون ولا